هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلاميين بمناسبة ذكرى انطلاق البث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر. وأضاف زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون يقومون بدورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات وتطورات العصر، ويقدمون خطابا إعلاميا يسهم في تنمية الوعي، معربا عن تمنياته لجميع الإعلاميين بدوام التوفيق والنجاح.